السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب عمدة المصريين في بتايا. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير وشهر كريم على الجميع. معلش لأن أنا على السريع، ولكن أنا حبيت يعني زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، الموضوع ما بيزيد عن حده بينقلب لضده، بيقولوا عندنا في مصر كده. انا راجل الحمد لله احمد الله واشكر فضله رب العرش العظيم، اتعلمت يعني حافظ كلام ربنا وحافظ القران. ابويا رحمه الله عليه فضيله الشيخ سمير عبد الفتاح مقرئ مشهور ورجل فاضل رحمه الله على ابويا، علمني القران وحفظه لي. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فربنا يجعلنا من الصادقين وليس من الكاذبين. طبعا انا سكت كتير قوي، ولكن يعني ما ينفعش كده. كل الناس يا جماعه بلاش المعلومات الكاذبه، الله يستر بلاش. مين لاحظت جروبات ناس عاملاها وبتنزل فيديوهات؟ ده العكس ده بيبعتوا لي انا، يعني لما بيبقى ناس مثلا مع احترامي للجميع، ناس قاعده في اي دوله عربيه وبقاله سنتين ما دخلش تايلاند وهيقول لي انا بقى تايلاند فاتحه ولا قافله؟ يا جماعه انا الحمد لله علاقاتي كبيره جدا فوق تخيل اي حد، بحب معرفه الناس وبحب اتعرف على الناس، دي عاده في سيد العمده، لان سيدنا النبي بيقول ودوا تحبوا ودوا تحبوا. الحمد لله انا جيت البلد دي، اول هدف ليا ليس جمع المال، اول هدف ليا هو نشر الاسلام، والحمد لله انا دخلت زوجتي واهلها الاسلام ولله الحمد. اصدقائي كانوا جوزيين كتير، يعني انا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كانت في لي اصدقاء عائله، ومش بقول واحد ولا اتنين، عيله مكونه اكتر من 15 فرد حريم في رجاله، وكانوا اصدقاء ليا بقالي 4 سنين وودهم ويودوني ونعمل الصحوبه والاخوه. عمري في يوم من الايام ما قلت لهم على دينهم ولا فرضت عليهم ديني، ولكن معاملتي لهم الطيبه والكلام ده كله خلتهم هم يقولوا لي كلمنا عن الدين، ايه الدين الاسلامي، واجيب واديهم واساعدهم على قدر المستطاع، لدرجه ما ربنا اكرمني الحمد لله والعائله كلها قبل رمضان ب3 ايام دخلت الاسلام، دخلوا 15 فرد باولادهم دخلوا كلهم الاسلام. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اكتب لنا في ميزان حسناتنا. تمام، فانا رجل صادق ما بحبش الكذب، والنهارده اللي بيقول الجد وبيقول الحق النهارده بيبقى شخص مكروه. لا، احنا هنقول الحق، قول الحق ولو كان مر. تمام يا جماعه، بالله عليكم تايلاند فاتحه مش قافله، والمطار مفتوح، كل اللي فيها اني كلام واضح وصريح. الحجر الصحي 14 يوم اتخفف بقى 10 ايام للي ما خدش الجرعه في بلده، واللي خد الجرعه في بلده بياخد 7 ايام بس. طيب يا استاذ سيد، الاسئله اللي بتجيلي على اليوتيوب، هل بتايا فيها حجر صحي؟ اه فيها حجر صحي بتايا وفيها حدود الله. تمام تمام. طيب بالنسبه للناس اللي عماله تبعت لي تبعت فيديوهات وتقول لك احسن البلد مقفوله، احسن محدش يعرف يخرج، يا جماعه انا جاي منين؟ انا على السريع اهو يا جماعه، شايفين انا على السريع اهو، انا على السريع، شايفين؟ طيب سيد العمده علاقاته كتير الحمد لله وبود الناس. انا جاي من تشومبري، والمكنه اهي، جايب المكنه لان انا محب المكنه وبحب المشاوير الطويله. لو بتايا مقفوله زي ما بعض الناس بتقول، تمام، هتبص تلاقي ما حدش فينا يخرج. انا جاي طول الطريق من تشومبري، لا في حد وقفني، واللجان اللي بتقف على الطريق بتقف علشان تكشف على اللي بيشربوا مخدرات او ولا لا. انا كنت في بانكوك، انا كنت في تشومبري، امبارح كنت في بتايا، تمام، امبارح كنت في سيراشا، يعني الحمد لله، وبكره ان شاء الله رايح ريونج، يعني بتحرك كتير بالمكنه، كثير التحرك. مفيش الكلام اللي بتقولوه ده يا جماعه، وبلاش الاشياء، الله يكرمكم والله يصلح حالكم. تمام، تايلاند دوله جميله جدا، والامن هنا تمام التمام وكل شيء. يعني انا كنت مره بعمل حلقه من على السريع على السريع، وكانوا 2 ظباط معديين، وقف قال لي هاو ار يو مستر، يو اوكي؟ قلت له اي ام اوكي. ريلي، يعني انت متاكد؟ قلت له يس. انا محتاج اي مساعده؟ قلت له شكرا، كابون كاب ثانك يو. الامن هنا تمام التمام، والبلد حلوه وجميله ومفتوحه، فبلاش قلنا بالاشعه دي عشان احنا بنزعل. احنا بنزعل ليه؟
بس انت في الكويت او في الامارات او في الاردن او في عمان او في السعوديه او اي دوله او مصر، مش هكون انا موجود هنا مش هكون اعرف دولتك اكتر منك انت اللي قاعد فيها. تمام، ماليش دعوه بقى بالمعلومات اللي انتوا بتجيبوها دي، صدقوني في معلومات منها مخطئه خاطئه. تايلاند فاتحه، بتايا فاتحه، ما عندناش لا كورونا ولا الكلام اللي احنا بنسمعه منكم. معلش يعني حاجه غريبه، انا بزعل وسامحوني ان كنت عملت البث ده او الحلقه ديت، ولكن محبه في الله وقول الحق وثقه في الناس في سيد العمده بياخدوا كلامه ثقه. تايلاند مفتوحه يا جماعه ومفيش ادنى مشكله. وامبارح من قيمه 4 ايام دخل بتايا عندنا 200 فرد 200 واحد، وطبعا الحمد لله انا علاقاتي حلوه مع الناس، الناس بتروح وتيجي عارفاني. ال 200 فرد دول من الامارات ومن عمان ومن الكويت، وجم سلموا علي وباركولي على المولود الجديد وباركولي على الكافيتيريا. جم بتايا 200 فرد اعرفهم من زمان بيروحوا ييد، وقلت لهم قال لي يا سيد لا الحجر الصحي وتمام التمام حلو الحجر، قال لي 100 100 وما فيش ادنى مشكله. يبقى ازاي البلد قافله وناس بتيجي؟ هتيجي ناس مثلا تلاقي بتقول لك ايه اصل يا استاذ سيد الناس اللي جايه تتعالج. لا، الناس دي جايه سياحه، بتيجي السياحه تقعد وتمشي. فيا جماعه بالله عليكم، تايلاند فاتحه والمطار مفتوح، كل اللي فيها ان الحجر الصحي اتخفف من 14 يوم اتخفف ل 10 ايام للي ما خدش الجرعه، وبيتكشف عليك مرتين اتنين. بتايا فيها حجر صحي عندنا للي مش عايز يتحجز في بانكوك، ادي الشيء التاني. طب واللي خد اللقاح بياخد 7 ايام وبيتكشف عليك مرتين اتنين. البلد مفتوحه للجميع، والسفارات بتدي فيز، والناس اللي بتاخد تاشيره عند الوصول بيجوا المطار، وكل اللي فيها ان سواء الناس اللي هي بتاخد فيزا، مطلوب تاخد فيزا من دولته زي مصر والدول دي في السفاره بتاعته، سفاره تايلاند في مصر، او سواء الناس اللي بتاخد تاشيره عند الوصول، الاثنين بينطبق عليهم حاجه واحده، انك لازم تروح السفاره التايلانديه في دولتك حتى لو كانت تاشيرتك عند الوصول. ليه؟ بيديك حاجه اسمها اذن دخول، بتروح تقول له اديني اذن دخول ان انا اخش البلد. لما بتروح تقول له اديني اذن دخول في السفاره هتقول لي انا فزت يا استاذ سيد باخدها لما بوصل المطار. يا سيدي ماشي، بس برضه لازم تروح السفاره التايلانديه في دولتك وتقول لهم ادوني اذن دخول. ليه اذن دخول؟ علشان هيقول لك انت هتروح الحجر الصحي، انت خدت اللقاح؟ هتقول له اه انا خدت اللقاح. هيقول لك فين الشهاده؟ تقول له. هيقول لك طب عايز تتحجز فين؟ في بوكت؟ عايز تتحجز في بانكوك؟ عايز تتحجز في بتايا؟ هتختار المكان، هتدفع الفلوس بتاع الحجر الصحي. تمام؟ اما ال $350 بتدفعهم للمسحه لما بتوصل المطار. تمام؟ يبقى الكل بياخد حاجه اسمها اذن دخول، سواء تاشيره عند الوصول او سواء تاشيره من الدول اللي لازم ياخد من السفاره، كله بينطبق عليه لازم تاخد حاجه اسمها اذن دخول. ليه اذن دخول؟ عشان يسمح لك بالدخول عشان تدفع فلوس الحجر الصحي، هو اللي انت بتقول له عايز اروح المكان الفلاني. تمام؟ تمام، الحمد لله. بتجيب بعضك وتيجي تركب الطياره، سواء معاك فيزا من سفاره تايلاند كمصر والدول ديت مطلوب فيزا، او سواء من الكويت والامارات والدول اللي انت بتاخد فيزا عند الوصول. الكل بيجيب حاجه اسمها ايه، تسريح مرور او تسريح دخول تايلاند. ليه؟ عشان ياخد منك فلوس الحجر الصحي. ان كانت 7 ومعاك خدت اللقاح هتدفع ال7، ان كان 10 وما خدتش اللقاح هتدفع ال10، ويعرفوا انت رايح فين وجاي منين. لكن انا بتحرك كثيرا، وبكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله باذنك يا رب معزوم برضو على الفطار في ريونج. تمام، يعني كل يوم بتحرك. الساعة كام عندنا؟ الساعة 12 الا تلت يا جماعة بالليل. الساعة 12 بالليل، شوفوا أنا بوريكم بس أهو. أنا على السريع، أنا ركنت عشان بس أوريكم أنا لسه جاي أهو. يعني الساعة 11 ونص داخل على 12 عندنا، مفيش الكلام اللي أنتم بتقولوه، شايفين؟ تمام؟ أهو. فأنا شفت كتير وبشوف ناس بتكتب وبتقول تايلاند مقفوله وتايلاند تفتح في شهر 10 وتايلاند هتفتح في شهر 8، الكلام ده ملوش مصداقيه خالص. ليه بتضللوا الناس او ليه بتسمعوا معلومات خاطئه؟ دي شيء. طب انا اقول لكم على المعلومه بقى، لان انا هنا في البلد وسيد العمده مش واحد، يعني الحمد لله مش واحد عادي، انا واحد علاقاتي جامده جدا، وفي حاجات ما ينفعش اقولها على اليوتيوب. علاقاتي جامده جدا بناس حلوه في البلد تايلانديين وذو مناصب، وناس تانية عادية أصحاب بيزنس على مستوى تايلاند سواء في بوكت وشانجماي والكلام ده كله. أنا راجل بحب الناس وبحب المعارف. اللي أنتم ما تعرفوش إن في تصريح رسمي لازم البلد تنفتح والتعامل مع الفيروس، والتعامل مع الفيروس. وكان القرار واضح وصريح من الحكومة التايلاندية، قال إن إحنا دولة، إحنا بعد أستراليا في التغلب على الفيروس.
والحمد لله ما عندناش حالة، فلازم نفتح البلد عشان الاقتصاد بتاع البلد يشتغل، والتعامل وأخذ الحرز والكشف على الناس اللي جاية، ولكن فتح البلد. فأي حد بقى يقول 11 واللي يقول 12 واللي يقول 10، كلام ده كلام مش مظبوط ومفيش فيه مصدر ثقة. أما أنا مصدر ثقة لأني أنا في البلد وأنا بتحرك كثيرا، ما بقعدش، وعلاقاتي الحمد لله طيبة، ولا أقول إلا الحق، ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إحنا بنقول لكم ابتغاء مرضات الله. فأنا سكت مرة واثنين وثلاثة وأربعة علشان خاطر الناس تسكت، ولكن فوجئت لقيت العملية كل مدى بتزيد، والجروبات عاملين يبعتوا فيديوهات مع احترامي لهم ليس فيها شيء من الصدق. فحبيت أن أقول للناس يا جماعة مرحبا بكم، ويلكم إن تايلاند، تايلاند مفتوحة والفيزا شغالة. لأني للمعلومة اللهم صل على سيدنا النبي محمد، لو تايلاند قافلة مش هتدي إشارات ولا فيز، تمام، ولا عند الوصول ولا هتاخد أي تأشيرة، لا علاج ولا تعليم ولا أي شيء. ولكن البلد جميلة جدا ومفيش عندنا حاجة، وبنتحرك اهوت الساعة 12، أنا بتحرك، أنا داخل على بتاية اهوت وركنت على الجنب عشان أقول لكم. ومن قيمة ساعة في فيديوهات هتنزل، يعني قبل دي هتشوفوها، كنت في سيراشة فبتحرك كثيرا. فبلاش بالله عليكم المعلومات دي، تايلاند جميلة جدا والأمن جميل جدا وإحنا عايشين كويسين، وبدء الحمد لله عدينا مرحلة إحنا اتخنقنا فيها وتخرب بيوتنا فيها بأمانة، اتعديناها وبدأ البلد تتحرك. وأنا بقول لكم الساعة 12 هيت، وأنا بعمل لكم بس من على السرية. تعرفين يعني إيه بس من على السرية؟ يعني ممكن يعدي علي أي حد دلوقتي، وفعلا بيعدوا، تمام. البلد جميلة جدا ومرحبا بيكم، واللي عايز يجي تايلاند ولازم ياخد تأشيرته من السفارة، يروح السفارة زي مصر والدول ديت، اتفضل يروح السفارة يدوله التأشيرة بتاعته سياحية. واللي عند الوصول اتفضل حضرتك روح السفارة برضو في دولتك التايلاندية، قول لهم ادولي تسريح مرور او تسريح دخول، اذن دخول انك تخش تايلاند. هيدفعك فلوس الحجر الصحي سواء 7 ايام او هيدفعك 10 ايام لو ما خدتش اللقاح، وهتخش البلد وهيرحبوا بيك وتمام التمام، وهتقضي الحجر الصحي سواء 7 او 10، وهتخش البلد عادي. وبقول لكم من يومين دخل 200 فرد بتايا، كلهم اصدقاء ليا بيروحوا ويجوا، وكلهم فيها سياحيه. تحياتي لكم من، مش عارف اقول لكم منين دلوقتي لان انا بين سيراشا وبين بتايا. تحياتي لكم من تايلاند سيد العمده، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وما زلت بقولها تايلاند جميله جدا يا جماعه، ومفيش اي حاجه عندنا. والناس اللي بتقول لك اصل مفيش اجانب، مين قال لك الكلام ده؟ احنا انا بتايا عندي ملانه سواح وملانه اجانب، مين قال المعلومات ديت؟ يا رب يكون معلوماتي فادتكم. تحياتي لكم من بتايا تايلاند سيد العمده، وكل عام وانتم بخير، ونشوفكم على خير، وانتظروني في الحلقات القادمه ان شاء الله، وقريبا ان شاء الله باذنك يا رب بس نخلص التشطيبات، افتتاح كافيتيريا العمده في شارع اليان صباي مقابله لبرمنت مارين صباي. تحياتي لكم وكل عام وانتم بخير، وسامحوني سامحوني ان كنت يعني كنت عصبي في ده شويه، ولكن والله هو محبة فيكم وقول الحق ومحبة في تايلاند، وربنا يعود علينا الأيام وخير. وأنا في خدمة أي حد، أي حد، والجميع بيتصل بي أنا في خدمة الجميع. أي حد عايز يتواصل معايا الواتساب بتاعي معروف، عندي 2 واتساب، زائد 66 8 22 50 3269، أو واتساب تاني زائد 66 80 40 62 356. تحياتي لكم من تايلاند سيد العمدة، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين، وبارك الله فيكم، وشكرا لكل اللي متابعيني. وإن شاء الله لما تيجوا إن شاء الله تايلاند وتيجوا تزوروهم بتايا، تيجوا تشرفوني إن شاء الله في كافيتيريا العمدة في شارع ليان صباي مقابل برمنت مارين صباي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وانتظروني في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.